Good morning, dear student. How are you today? Hope you're fine and safe all the time. Today, in lecture 30, we are going to continue our activity. Activity 3 The Actions of Man on the Environment. Uh, in this lecture, in fact, we are going to uh, take part 2 Man Protect His Environment. How we can protect our environment from the, uh, from the things that man done in the over exploitation, cutting down trees etc, uh, the pollutants and uh, the sewage water in kill how the man activities how the man can treat this problem, how can it protect, he protect his environment. reforestation. فرست معناتها غابة ريفورستيشن يعني إعادة تشجير يعني إعادة زرع عشان نعمل كمان شو غابة of a part of a mountain is a favorable factor for the proliferation of fauna and conservation of soil as I told you previously what do you mean by fauna fauna it's the يعني ال animal kingdom مملكة الحيوانات يلي يعني من كل أنواع الحيوانات من الحشرات لأكبر الحيوانات هيدي الفاونا مجرد ما يكون في عنا نحن بلانت بالانفايرمنت شجر كتير قد بيكون في حشرات قد بيكون في آه animals آه عايشين عليهم فيهم حواليهم سو so, هيدا الشيء رح يؤدي للبروليفريشن يعني التكاثر رح تتكاثر الفاونا الحيوانات ال living things around this plant and conservation conservation of soil رح نحمي التراب from the erosion لأنه نحن بالجبال أكيد المنطقة بتكون منحدرة فأي أي عاصفة أي هواء ممكن يخلي هيدا التراب ينجرف يعمل ايروجن فنحن مجرد ما نزرع بهودي الجبال هيدا roots of the plant will protect the soil from erosion راح هيدا الروتس راح تمسك بالارض بالسويل وراح تخليها ثابته اوكي okay. Here we have in document F, creation of natural reservation to protect certain site where the fauna and the flora are in the endangered. يعني نحن بنعمل natural reserve اللي هي المحميات الطبيعية هيد المحميات الطبيعية عبارة عن أماكن بيمنعوا الإنسان فيها أنه يتصيد أو يعمل أي حركة من الحركات الغلط اللي بيعملها من الأكشنز الغلط from the pollutant from the exploitation or uh, cutting trees or uh, uh, or hunting animals يعني هم كله ممنوع ممنوع استيطان الحيوانات قطع الشجر اكيد بهيدي المنطقة بالمحمية الطبيعية بتكون بمنطقة بعيدة يعني بعيدة عن المصانع بعيدة عن السيارات بعيدة عن التلوث عن البوليوتنت كله هيدا بيكون بعيد عنه اوكي سو so, نحن بنعمل ناتشورال يعني محميات طبيعيه لحتى طبعا نحمي مين الفاونا الانيمالز اند الفلورا فلورا اي مينز اول ذا بلانتس كمان البلانت فروم ذا الجي يعني من البلانت هود اللي بيعيشوا على, ال... على الحيطان على وعلى الشجر وعلى ما بعرف شو تو uh, يعني the highest trees uh, هودي الفلورا اوكي okay? to conserve uh, his environment and reestablish equilibrium against definite loss of resources man must limit the pollution الإنسان لازم يخفف من التلوث uh, and, uh, and the taking uh, وكمان لازم يخفف من hunting الاصطياد والفشين اصطياد السمك man must also keep the natural environment intact لازم يخلي البيئة intact يعني سليمة manage natural resources يبني as I told you يعمل محميات طبيعية يمنعوا الإنسان يعملوا الأكشنز يلي بيعملوها فيها and practice culture and breeding uh, practice culture يعني uh, بيزرعوا زراعة كتير uh, breeding يعني بيهجنوا الحيوانات يعني بيزوجوا الحيوانات لحتى uh, يعني تحبل وتتكاثر الحيوانات ويصير في عنا كتير من هيدي الفاونة اوكي okay? صو هو ديال المان and the environment هالمان activity هيدا هيدي البيئة اللي نحنا عايشين فيها يلي فيها animals فيها fauna and فلورا uh, excessive hunting المان عم بيستسيد excessive fishing استيا السمك deforestation قطع الأشجار polluted water ماء الملوثة كله لازم نوقفه طبعا هالإنسان يلي عم يعمله hunting bird uh, كنترولد فيشينج هون يا تيتشر سوري هون شو شو يعني شو لازم هاي الاكسسيف هانتينج شو لازم الانسان يوقف اصطياد العصافير كنترولد فيشينج يعني مش يوقف اصطياد السمك بس انه بمعدل معين بلمت معين اوكي Uh, we have to by reforestation, reforestation يعني إعادة تشجير إعادة زرع الأشجار بلس uh, we have to make a purification station يعني uh, تكرير للمياه ولا المياه يعني المجاري والمياه الجوفية okay? أوكي مياه المجاري sewage ووتر لحتى ما تنزل على المياه الجوفية لازم نعمل لها purification يعني نطهرها نكررها قبل ما تروح على البحار والمحيطات هودي النيجاتيف اكشنز يلي لازم نحفظهم وهودي البوزيتيف اكشن اللي هن مقابل النيجاتيف اكشنز اوكي يعطيكم الف, ألف عافيه شباب وصبايا